مرحبا، معكم أفنان. اليوم رح نحضر طبق كتير بسيط ينفع مقبلات على سفرتك الرمضانية، وهي سلطة الزبادي مع الخيار. خلونا نشوف أول شيء المكونات ونبلش بتحضيرها. أول شيء رح نحتاج حبة خيار، علبة زبادي، فص ثوم، معلقة زيت زيتون، معلقة عصير ليمون، ورشة ملح. تحضيرها كتير سهل. أول شيء رح نبدأ فيه، نحن رح نبشر الخيار. ممكن تقطعوا الخيار لمكعبات صغيرة وهذا حسب رغبتكم. بدنا التوم يكون مهروس، فهستخدم إلها الراسة وههرس اللي هو فص التوم. يفضل يكون صغير عشان ما تكون نكهته قوية في السلطة. بعد هيك رح أضيف عليها باقي المكونات، زيت الزيتون وعصير الليمون ورشة الملح. رح نخلطهم بشكل منيح. بعد هيك رح أضيف عليهم كوب من الزبادي، طبعا الزبادي حسب رغبتكم، يعني حابين تعملوا كمية كبيرة رح تزيدوا، حابين نفس الكمية تحطوا كوب، حسب رغبتكم. يعني هي كتير سهلة وكتير بسيطة، ما بتاخد وقت، على طول بصير جاهزة معكم. بعد هيك رح نجيب كمية من الخيار اللي بشرناه ورح نضيفه، الباقي رح نحطه للتزيين في الآخر. هنحط السلطة في أطباق التقديم وهنحط خيار على الوجه للتزيين. وبس كانت هذه سلطتنا، صارت جاهزة معنا. بالعافية عليكم، بتمنى تكون عجبتكم. شكرا للمتابعة، أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.